وبالمناسبه صلاح في بكره قمه اعتقد هتكون ناريه، كل عشاق ليفربول والسيتي وانا منهم كمان هيكون على موعد مع مباراه السيتي. و انت هتشجع مين؟ شيء صعب جدا. صح؟ يعني كره السيتي وبيبي جوارديولا بالنسبه لي في حته تانية خالص، وصلاح في حته، ومو صلاح في حته تانية، فانا هقعد اتفرج على الماتش. لا بس اديني اسم. مش هقدر، مش عارف يعني لغايه دلوقتي مش عارف. ليفربول ماشي، نقول ليفربول. والنهارده على فكره في ماتش ناري برضو قوي جدا، بروسيا دورتموند مع بايرن ميونخ، قمتين يعني قويتين. وبمناسبه المان سيتي وليفربول حقيقه يمكن هنشوف مع حضراتكم كده انفوجراف، احنا بنتكلم كمان مش بس على فرقتين من عيار تقيل، نتكلم كمان يا ساره عن اثنين من اقوى المديرين الفنيين الموجودين أكيد في الساحه حاليا، سواء بيبي جوارديولا او يورجن كلوب. مين اكتر تميلي ليه او مين اكتر تحبي كورته؟ انا بحب يورجن كلوب طبعا، بس علشان صلاح دايما كمان بشجع ليفربول. أوكي. يعني حتى لو بحب بيب جوارديولا يعني. طب نروح لملعب الاتحاد اللي هيستضيف بكره ان شاء الله مواجهه ليفربول ومواجهه مع المان سيتي. طبعا احنا بنتكلم على 16 نقطة في مقابل 11 نقطة، 16 نقطة ليفربول، ودي احصائيات الفريق في الماتشات. 6 مباريات لعبهم المان سيتي، دخل فيهم 9 تجوال و ريسيفد او استقبل 8 تجوال و وكسب 3. ده طبعا تحت قيادة بيبي جوارديولا المدير الفني. يورجن كلوب لعب 7 ماتشات، قدرت فرقته انها تحرز 17 هدف واستقبلت شباكه 15، وطبعا ال 15 دول لو حضرتك بتتذكروا منهم 7 في مباراه واحده، يعني عشان وده كانت مباراه او خساره تاريخيه، وقدر يكسب فيهم 5 ماتشات. اخر مواجهه بين الفرقتين في البريمير ليج، قدر المان سيتي ان هو يفوز 4-0، ودي كانت بتاريخ 2 يوليو 2020. احرز الاهداف دي بروينا وستيرلينج وفودن وشامبرلين. اهم اللاعبين او مفاتيح اللعب في الفرقتين، رحيم ستيرلينج طبعا واحد من اهم الاجنحه على مستوى العالم مش بس على مستوى الدوري الانجليزي، قدر يسجل هدفين ويعمل اسيست واحد وخمس تصويبات على المرمى في 6 ظهور مع المان سيتي. خلي بال حضراتكم برضو اللي يعرفوا رحيم ستيرلينج يعرفوا انه بدايته كانت في ناشئين ليفربول. على الناحيه الثانيه مو صلاح قدر يسجل 7 اهداف في المواجهات، عمل ما عملش ولا اسيست، يسدد قدر يسدد او ليه تسديدات على المرمى 14 في وليه 7 ظهور مع ليفربول. محمد صلاح طبعا مهاجم مصري الدولي، واعتقد انه صلاح واحد من اهم لعيبه ليفربول في المواجهه. يورجن كلوب او ليفربول تحت قياده يورجن كلوب قدر ان هو في خلال الموسم يعمل 4652 باس ناجح في خلال الموسم. طبعا انا قلبا وقالبا مع ليفربول، ومش بس عشان بحب، مش عشان محمد صلاح وبس، كمان عشان بحب كوره يورجن كلوب، ولكن بحب تصريحاته في المؤتمرات الصحفيه وطريقه التعامل مع اللعيبه. يا احمد بصي انا هقول لك بمنتهى الصراحه، بصرف النظر عن النتيجه، هيحطي النتيجه على جنب، في ماتشات كده بتبقي مستنيه تشوفي فيها حاله صراع ونديه وكوره حلوه، ده من الماتشات دي. اتمنى طبعاً ان انا استمتع ب 90 دقيقه كوره بصرف النظر عن مين يكسب. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول.